خليل من الإمارات. يا خليل، السلام عليكم ورحمة وعليك الله السلام. وبركاته يا شيخ وسيم، مرحبا، الله يحفظك يعطيك الصحة. أهلا وسهلا يا خليل، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك يعطيك الصحة والعافية. آمين سيدي، تفضل. الله يحفظك يا شيخ وسيم. عندي سؤال يا شيخ وسيم. خذ راحتك. الله يحفظك. شيخ وسيم، ما الفرق أول شيء بين البلاء والابتلاء؟ عرفت؟ نعم. والشيء الثاني، عندي دائما أنا الحمد لله رب العالمين، أحمد الله. نعم. يعني من 2012 و13 من ابتلاء لابتلاء، من ابتلاء لابتلاء، وابتلاءات صعبة، ولكن أنا دائما أقول اللهم لك الحمد أنا أطلع منها بأمر من الله عز وجل، وأعرف أن رب العالمين قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت علمتني، ما يحتاج أجاوبك. أنت جاوبت، ما يحتاج أجاوبك. الله يثبتك ويسعد قلبك ويثبت الجميع. أنت جاوبت، أنت أعطيت الجواب وأعطيت هذا وطيبت خاطرك، أنت على الهوى براحتك. لا الله يحفظك، لأن صدقا يا شيخ وسيم ابتلاءات صعبة، وصدقني أنا ممكن أقول لك قصة أنا كنت فيها، يمكن أنا بتكلم عن شيء بسيط بس إذا تعطيني مجال دقيقة قبل أذان المغرب. يلا قول، إذا دقيقة خذ وقتك. كنا في فترة من الفترات، يمكن نحن فوق، ما أقول لك قصة حقيقية هذه حصلت، يمكن فوق 100 شخص أو 120 شخص كلهم في نفس بلاء، وكانت في مكان معين هنا في مؤسسة من مؤسسات الإمارات العقابية والإصلاحية. عرفت؟ فأنا أتكلم معك بصراحة. نعم. فكانوا الجماعة يدعون الله عز وجل أن اللهم يعني أنت فرج علينا همنا، وفيه كان يا شيخ وسيم أحكام جدا كبيرة ما أقدر أصفها لك، فكانوا يطلبون طلب من الله عز وجل أن ينزل عليهم الغيث ويكون لهم بشرة من السماء من الله، أن يكون سبب لتفريج همهم وكربهم اللي هم فيه. وسبحان الله يا شيخ وسيم، ما كملوا الناس يمكن ساعة إلا شافوا المرض، فصاروا يقولون معقولة يعني؟ وسبحان الله تجيهم البشرة من الله عز وجل بعد شهر كامل بأحكام أنت لا تتخيلها ولا حد يتخيلها، أنهم كلهم برع وكلهم كذا. فأنا أقول لك في مراحل أنا مريت فيها ابتلاءات ولازلت أمر فيها، لكن الحمد لله رب العالمين، دائما أقول كل ما يزيد علي أنا أحمد الله، أقول أكيد في حكمة الله يعلمها وأنا ما أعلمها. فبس أبغيك تجاوبني شو الفرق بين البلاء والابتلاء، واللي أمر فيه هذا شو يكون يعني؟ بعض أهل اللغة فرقوا بعض. آمين. يعني يجعلك إن شاء الله مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين. آمين. وحسن أولئك رفيق. يا خليل بارك الله فيك. خليك على خطي خليل. سواء الفرق بين الابتلاء والبلاء، فإذا كان عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابه ضراء الصبر فكان إيه؟ خير. إن أصابه ضراء صبر فكان إيه؟ أيوة. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. خيرا له. فالكل الحالات أنت لصالحك. بعض العلماء قالوا البلاء هو الذي يقرن بالعقوبة، والابتلاء هو الذي يقرن برفع الدرجات، لقوله صلى الله عليه وسلم يبتلى الناس على قدر إيمانهم، أكثر الناس تلاء الأنبياء. ففرقوا في التاء، قالوا بلاء وابتلاء، ابتلاء يعني رفع الدرجات، بلاء تكفير ذنوب وخطايا. هذا التفريق لا أعتني بهذا التفريق، لأن كله يجري لصالح من؟ ها؟ يجري لصالح المصاب. علمت؟ فأنت مهما كان الابتلاء الذي أنت به، سواء كان لذنب فهو تكفير، سواء كان لإيمان واختبار، يبتلى الناس على قدر إيمانهم فأيضا رفع درجات، فالمستفيد أنت. الله لن يغنى بابتلائك ولن يفقر بنعمائك. بارك الله فيك. وأسأل الله العظيم أن يرفع درجاتك إن شاء الله. آمين. ويجعلك إن شاء الله في مقام رفيع في الآخرة. آمين يا خليل، يا أخي خليل، شكرا لك. بإذن الله. يا مرحبا.